الدي ام في بي ان دايناميك مالتي بوينت في بي ان عندك فرع رئيسي لشركة وفي اكتر من فرع. في التمرين اللي فات خدنا ازاي تربط الفرع الرئيسي باي فرع اخر من الشركة عن طريق الجي ار اي، بتعمل جي ار اي تانل وتعمل الكونكشن ما بينهم. طب لو عندي اكتر من فرع 10 15 فرع، هل هعمل لازم اعمل التانل بتوين كل ديفايس، ومثلا الداتا اللي هنا عشان تتوصل بالداتا اللي هنا هتمشي كده والفرع التاني هيمشي كده. لو الشركة دي اجت تكلم الشركة دي هنعمل ايه؟ هنا بنستخدم الدي ام في بي ان. الدي ام في بي ان بيمكن لي ان انا كل فرع من الفروع دي او كل راوتر لما يعمل جي ار اي تانل مع الهب يقدر عن طريق توجيهات من الهب ان السبوك 2 ده يكلم السبوك 3 على طول. السبوك 2 يكلم السبوك 3 من غير ما يروح للفرع ويشغله. تمام؟ طيب فكرة بسيطة، فكرة التانل اللي انا عندي شركتين بعيد عن بعض وبنستخدم الانترنت في اي اس بي في النص، فانا عايز النيتورك البرايفت بتاعتي تبقى اكسسبل من الفرع الرئيسي، من البرايفت بتاع الفرع الرئيسي. ده بيتعمل ازاي؟ لو الاثنين كانوا واصلين دايركت ببعض كنا هنفعل اي دايناميك راوتينج بروتوكول بين هنا وهنا فبحيث ينقلوا يعملوا ادفرتايزمنت للنتوركس ما بينهم وبين بعض. لكن انا عندي في اي اس بي ما اقدرش اشتغل على الراوترات بتاعته ولا الشبكه بتاعته. عشان كده فكره التانل ظهرت، التانل اللي بتعمل لي تانل داخلي تمر من خلال الانترنت او من خلال السيرفيس بروفايدر اللي انت بتشتغل معاه، وهو ما يشوفش اللي جوه ايه، بحيث ان انت تبقى كانك مربوط دايركت، كان في تانل هنا بتوين الاثنين دول. فبالتالي تفعل الراوتنج بروتوكول هنا وهنا، تقدر تعمل اعلان للنتورك بتاعتك دي والنتورك بتاعتك دي. طيب الدي ام في بي ان بيميز لي في ايه؟ ان انا اقدر اعمل جي ار اي تانلز بتوين كل فروع الشركه، والكونفيجريشن هتبقى بسيطه جدا، والهب هو اللي هيمانج الموضوع كله، بحيث لو بي سي 2 حب يكلم بي سي 3 ما يضطرش يمشي للهب ويروح الناحيه الثانيه كده، لا يتواصلوا دايركت ببعض، كان يتم انشاء تانل اوتوماتيكلي بتوين سبوك 3 وسبوك 2. تمام؟ الكونفيجريشن بتاعتها هنبدا، احنا بادئين من الصفر، الاجهزه كلها ما عليهاش اي اعدادات على جي ان اس 3. طبعا بيشتغل على جي ان اس 3 الفيرجن دون، والفيرجن الاي الراوترز اللي انا شغال بيها ده كونفيجريشن تمبلتس اهي، عشان الناس لو عايزه تعمل نفس التطبيق. ممتاز. طيب انا عامل ران لكل الاجهزه. اول حاجه بي سي 1، نبدا من تحت لفوق. ادي بي سي 1 هو دون، لان هو ده راوتر اصلا، فلازم نعمل له انجلش اوف تي. هنقول له نو اي بي راوتينج عشان يشتغل كجهاز عادي، وهنروح على الانترفيس فاست 00 الاي بي ادرس. بقول له ان الديفولت جيت واي بتاعك هو الراوتر ده، شو اي انترفيس بريف. تمام كده الشغل كله خلص من على بي سي واحد. بي سي واحد رايح على الهب بتاعنا. الهب عنده اتنين انترفيس، طبعا شو اي بي انترفيس بريف، مفيش اي اعدادات اهو. هنقول كونف تي الهب انترفيس سيريال 10 اللي هو ده. الاي بي ادرس بتاعك هيبقى 51.10.1.2، وطبعا دون ريال اي بي ادرس. عندي الانترفيس فاست 0/0 الاي بي ادرس بتاعه 192.168.1.1 نو شت اكزيت. اعمل دو بينج على 192.168.1.2 تمام.
تمام، يبقى النتورك دي خلاص شغالة. هنقول له اي بي روت الديفولت جيت واي بتاعك هتبقى هي 51.10.1.1. بقول للراوتر بتاعي ان الديفولت جيت واي بتاعك هو الاي اس بي، وده الطبيعي اللي هو عنوان 51.10.1.1. احنا نعمل بيزك كونفيجريشن الاول وبعدين نبدا نعمل التانل بتاعتنا. كده البيزك كونفيجريشن هنا خلصت. نروح بعد كده على الاي اس بي. اي اس بي متوصل بثلاثه انترفيس، ما فيش عليه اي اعدادات جديده. انترفيس سيريال 1/0، الاي بي ادرس 51.10.1.1، نو شات دوبينج، بجرب اعمل بينج هنا. البينج اشتغل تمام. اروح على الانترفيس الثاني سيريال 1/1، الاي بي ادرس 51.10.2.1، نو شت اللي هو الانترفيس ده. ونروح على انترفيس سيريال 1/2، اي بي ادرس 51.10.3.1، نو شت. كده انا خلصت كل الاعدادات اللي على الاي اس بي. شو اي بي انترفيس بريف، شو اي بي انترفيس بريف 1 2 3، ممتاز. كده شغل الاي اس بي خلص. نروح على سبوك 2. تي سبوك 2 عنده انترفيس 1/0، انترفيس سيريال اي بي ادرس 51.10.2.2، نو شت داون دوبينج عشان نتأكد على 51.10.2.1، بابينج على ده عشان نشوف النتورك دي قامت ولا لسه. تمام. نروح على انترفيس فاست 00، اقول له اي بي ادرس بتاعك 192.168.2.2.2، هديله قناة شبكة 255، نو شت داون، نعمل دو بينج 192.168.2.1. لسه ما عملناش الاعداد اصلا بتاعته. طيب بنروح على بي سي 3، نعمل اعدادات كونف تي انترفيس فاست 700، اي بي ادرس 192.168.2.2، نو شت داون دو بينج 192.168.2.1، واي ان ريكوجنايزد بينج 192.168.2.1، دوبليكيتد اي بي ادرس سبوك 2، شو اي بي انترفيس بريف. انا حطيت ده 2 ماشي. كونف تي انترفيس فاست 00، اي بي ادرس 192.168.2.1، نو شوت داون، نعمل كده بينج 192.168.1.2،
اتنين واحد سوري اتنين اتنين تمام. هنا على بي سي دي تلاتة نروح نقول له الديفولت جيت واي بتاعك كونف تي نو اي بي راوتينج الاول نقول له اي بي راوت وديها على 192.168.2.1 exit right. كده مش هنعمل اي configuration على بي سي 3 تاني. السبوك لازم نقول له ان ال اي بي روت الديفولت جيت واي بتاعه وديه على 5.10.2.1 exit show ip route ممتاز save configuration. طيب في عندنا السبوك 3 interface serial 1/2 IP address 5.10.3.1.3.2 3.2 المفروض no shutdown do ping على 5.10.3.1 interface brief انا على سبوك 3 interface غلط. طيب no IP address نروح على interface serial اسف سيريال 1/0 ونقول له ال اي بي ادرس ده ونعمل دوبينج هيشتغل. لازم نعمل نو شوت داون نو شوت داون تمام. نعمل بينج 5.10.3.1 5.10 تمام. نكمل اعدادات نقول له اي بي راوت واحد اثنين ثلاثة اربعة وديها على 5.10.3.1 5.10.3.1 مظبوط exit right. ده كده السبوك ما عملناش الانترفيس التاني conf t interface fast ethernet 00 ال IP address 192.168.3.1 no shutdown طيب نروح على بي سي 2 conf t
قال له انترفيس فاست ايثرنت 00 اي بي ادرس 192.168.3.2 نو شت داون نو اي بي راوتينج اي بي راوت ثلاثة دوت واحد سيف كونفيجريشن يس بي سي 2 كده احنا خلصنا البيزك كونفيجريشن لكله تقريبا سبوك 3 عملنا الاي بروت شو اي بي بروت مظبوط سبوك 2 شو اي بي هو ده 3 المهم اللي هو مظبوط تمام الـ ISP طيب المفروض الوقت اللي انا من انا واقف على سبوك 3 هنا اقدر ابنج الانترفيس ده وده لان عامل الديفولت جيت واي عندي الـ ISP طيب بنج 5.11.1.2 تمام نجرب نبنج ده 2.2 ممتاز طيب انا دلوقتي على الوضع الحالي لو جيت افعل الريب هنا وهنا وهنا مش هينفع نشتغل لان في 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 النص الاي اس بي فلازم الراوتر اللي في النص اللي هو بيشيل الداتا كلها يتفعل عليه الراوتنج بروتوكول وده صعب اللي احنا نطلب من الاي اس بي حاجه زي كده يعني فالاسهل ان احنا بنعمل تانل ما بين التلات راوترات عشان نقدر نعمل دايناميك راوتنج بروتوكول اللي احنا هنعمله دي ام في بي ان هنعمل كونفيجريشن على الهب هنحدد هننشئ الانترفيس تانل ونحط اي بي ادرس ليها ونعمل شويه اوثنتيكيشن صغيره انما الداتا اللي بتمشي ما بتبقاش سيف لازم نعمل اي بي سيك في الاخر هنعمله في تمرين تاني والاعدادات التانيه بنعملها هنا وننسخها على الراوتر التاني على طول طيب نبدا من الهب اول حاجة هنقول انترفيس تانل هنسميه زيرو والاي بي ادرس بتاع التانل دي 192.168.0.1 الاي بي ام تي يو 1400 الاي بي تي سي بي ادجست المس هيبقى 1360 دول اعدادات من ناس من خبرتها عرفوا ان دي افضل ام تي يو الماكسيمم سايز يونت اللي هي تعدي عشان ما يحصلش ديلي في المكالمات والحاجات اللي اللي ما ينفعش عندها يبقى في ديلي زي الفويس والمكالمات والحاجات دي كلها فهم الاعدادين دول من خبرة الناس في النيتورك قالوا ان دي احسن حاجة بتخلي الترافيك يمشي مظبوط وما يحصلش اي ديلي ممتاز نيجي بقى للنيكست هوب روتينج ريزوليوشن بروتوكول هنقول اي بي ماب هنقول الـ IP Next Hop Resolution Protocol ده البروتوكول اللي بيعمل لي الديناميكية ان هما يتواصلوا ببعض بدل ما يبقى كل الترافيك يعدي للهب لا ده يقدر يمكن لي ان احنا دول يتواصلوا ببعض بعد ما الهب بيدي للجهاز ده الريال IP Address بتاع الراوتر ده ماشي فاحنا في بعض الحاجات بنعملها كاوثنتيكيشن او عشان يثبت ان احنا في نفس التشانل مع بعض منها الاي بي ان اتش ار بي الاوثنتيكيشن هسميه مثلا هالي
الاي بي ان اتش ار بي الماب بتاعنا هيبقى نوعه مالتي كاست وديناميك. يبقى انا هستخدم المالتي كاست وديناميك عشان يعملها اوتوماتيك. اي بي ان اتش ار بي النيتورك اي دي بتاعي هنسميه واحد بحيث ده هنعمله على كل الاعدادات التانية. يبقى خلصنا الاوثنتيكيشن والماب خليها مالتي كاست دايناميك وخلصنا نيتورك اي دي. هنيجي بقى نعمل التانل نفسها. التانل سورس التانل ايه بقى؟ التانل انا بقول للهب ان التانل بتاعك هو السيريال نو التانل سورس هو السيريال 1/0. انا يعني بقول للهب السورس التانل بتاعتك 1/0 واضحه. وهنقول تانل جي ار اي نوع التانل اللي احنا نشتغل بيها التانل مود جي ار اي. طب خلينا نعمل بس نشوف في ايه تاني. دي الانواع كلها اللي التانل ممكن نعملها. احنا نشتغل على جي ار اي. وانهي نوع في جي ار اي؟ المالتي بوينت. تمام. اخر حاجة التانل كي هنخليه 1 2 3 4 اقوى تشفيرة. تمام. exit show interface tunnel 0 ادي التانل بتاعتنا. show ip interface brief بتظهر هنا tunnel 0 up. show dmvbn لسه مفيش اي حاجة اتكريتد لان ما عملناش اي configuration في الراوترين اللي قصاده. طب نروح دلوقتي على السبوك 2 اللي هو ده ونبدأ نعمل الاعدادات بتاعة السبوك 2. اول حاجة هنعمل conf t هقول له interface tunnel 0. ال اي بي ادرس بتاع التانل من ناحية السبوك 2 تبقى 192.168.0.2. ال اي بي نفس الكلام ام تي يو هتبقى 1400 اي بي تي سي بي just miss قلنا هتبقى 1360. اللي بعد كده اي بي نبدا في اعدادات او في كوماندز بتاع نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول. اي بي نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول الماب بتاعنا اللي احنا شغالين بيه اتفقنا اللي هو مالتي تاسك دايناميك. وبعدين اي بي نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول الماب انا بقى هقول للراوتر بتاعي ده اللي انا شغال عليه السبوك اللي هو سبوك 2 هقول له ماب اعمل لي ماب ل 192.168.0.1. يعني احنا عارفين ان 192.168.0.1 ده هو السورس بتاع التشانل من ناحيه الهب. فانا هقول لجهاز السبوك لما تحب توصل للسورس ده استخدم العنوان ده 5.1.10.1.2 فين هو؟ اللي هو ده. يعني بقول له لما تحب تروح للسورس بتاع التانل روح للعنوان ده. وطبعا احنا عاملين الديفولت جيت واي بتاع هنا هو ده فهيروح له. وفي الحاله الفيزيكال او في الريال لايف طبعا الدون بابليك اي بي ادرس فهيقدر يطلع له عن طريق الانترنت. واضح الامر ده. وبعد كده هقول له الاي بي نيكست هوب راوتنج بروتوكول المالتي نعملها غلط ماب المالتي كاست هنحط الاي بي بتاع نفس الراوتر
بقول له ان السورس بتاعك او المالتي الماب مالتي كاست بتاعنا هو نفس الهب بتاعنا، يعني ده هو اللي هيدير كل حاجة، هو اللي هيتحكم في كل المالتي كاست بتاعنا. مالتي كاست بعد كده اي بي نيكست هب روتينج بروتوكول النيتورك اي دي قلنا واحد، بعدين اي بي نيكست هب هنا الإضافة، النيكست هب سيرفر هيبقى هو عنوان البوابة بتاع التشانل أو السورس بتاع التشانل 192.168.0.1 اللي هو ده اللي التشانل بدأناها من هنا، كان السورس على الهب 192.168.0.1. فأنا بقول له إن أنت النيكست هب سورس بتاعك اللي تاخد منه المعلومات كلها هو ده. نيجي بقى للكومنتس بتوع التانل، هنقول تانل سورس سيريال 1/0، بقول السورس من عندك انت 1/0، والتانل المود اللي احنا شغالين بيه احنا قلنا جي ار اي مالتي بوينت، والتانل كي 1 2 3 4 exit، نعمل show run interface أو show run interface tunnel 0. ادي الاعدادات كلها بتاعتنا، نراجعها تاني. قلنا ان الاي بي ادرس هنا 02 بتاع التانل من الناحية دي، ودي اعدادات ال MTU. النكست هاب ريزوليشن بروتوكول الماب نوعه مالتي كاست دايناميك كويس، والماب مالتي كاست العنوان بتاعه هو 51.10.1.2 مظبوط، وهنعمل ماب ل 192.0.1 عن طريق الاي بي 51.10.10.2 مظبوط 10.1.2، والنتورك اي دي 1، النكست هاب سيرفر بتاعنا 192.168.0.1 اللي هو بوابة التانل هنا، وده تمام. التانل عن طريق السيريال 1.0، التانل مود جي ار اي مالتي بوينت مظبوط، والتانل كي تمام. المفروض كده التانل حصلت او تمت ما بين الهب وما بين السبوك 2. تعالوا نشوف كده، شو تي ام في بي ان، لسه في مشكله، انترفيس تانل 0. هي هنا ما اتعملتش ليه؟ تعالوا نشوف كده، شو ران انترفيس تانل 0، شايفين الكوماند ده الاوثنتيكيشن؟ تعالى هنا كده مش موجود هنا، فنروح تاني نعمله كونفتي انترفيس تانل 0، هنقول اي بي نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول اوثنتيكيشن حالي. تمام، شو دي ام في بي ان، ممتاز تم. واب نروح الهب، يبقى شوف هي تفصيله واحده، لذلك لازم ابقى مجهز كل حاجه، الكوماندز كلها كاتبها ومجهزها على طول. طيب الوقت احنا خلصنا على السبوك 2 تمام، عايز اعمل الكونفيجريشن نفسها على السبوك 3. طيب لو بصينا هنا، خلينا بقى في الحاله اللي بعد التصحيح لما نعمل شو ران انترفيس تانل، الكونفيجريشن دي كلها ايه اللي محتاج اغيره فقط عشان انفذها على ال 100 فرع الباقيين، او هنا في الدايره هيبقى عندي السبوك 3 بس. ايه اللي هيتغير؟ انترفيس تانل 0 زي ما هو، ما يفرقش طبعا، ممكن اغير الاسم 0 واخليه 1 2 عادي، انما المهم الاي بي ادرس 192.168.0.2 ده كان عنوان هنا التانل من هنا، فده لازم يتغير تمام. فاحنا هناخد الاول ده كده كوبي، ونفتح نوت باد ونحط هنا.
انترفيس تانل 0 مش هنغيره، الاي بي ادرس بتاع هنا هيبقى 192.168.0.3، الام تي يو زي ما هو، الاي بي نيكست اوبريزيشن بروتوكول الاوثنتيكيشن هالي زي ما هو، الاي بي نيكست اوبريزيشن ماب مالتي كاست دايناميك زي ما هو. هنا بعرف السبوكس دي بقول له ان اللي هنعمل ماب للمالتي كاست عن طريق ال 51.10.1.2 اللي هو ده هخليه زي ما هو، وبقول له لما تحب توصل للبوابه او السورس بتاع التشانل دي او الديستنيشن او الهاب هتروح عن طريق عنوان ده اللي هو ده يعني زي ما هو، والنتورك اي دي 1. النيكست هوب الراوتر بتاعنا او المسؤول عن الشانل او الهاب بتاعنا زي ما هو 192.168.0.1، والباقي كله زي ما هو. هنا السيريال 1.0 هو هو السيريال 1.0، يبقى انا وطبعا التانل مالتي جي ار اي مالتي بوينت وجي ار اي والتانل كيو 1 2 3 4. فانا اللي هعمله انا غيرت خلاص الاي بي هنا، بس ده الوحيد اللي اتغير عشان اخليه هنا، وهنيجي هنا كوبي ونروح على السبوك 3 هنقول له كونف تي ونعمل كليك يمين هيعمل بيست لكل حاجه شو دي ام في بي ان، تم الاستبلشمنت بتوين 3 وهب. طب تعالى نروح للهب نعمل اللي فوق كده هنلاقي الاثنين جي ار اي تانل تم. طيب كده انا عملت جي ار اي تانل بتوين الاثنين دول، لكن انا اي كونكشن ما بين البرايفت نتورك دي والنتورك ده هتشتغل ولا لا؟ طبعا مش هتشتغل. مثلا انا على البي سي 1 اهو عايز اعمل بينج البي سي 2، بي سي 2 عنوانه 192.168.3.2 طبعا مش هيبنج. انا عملت التنل بين الاثنين دول، انما انت لسه ما عملتليش اي دايناميك راوتنج بروتوكول يعمل ادفرتايزمنت للنتورك هنا والعكس. طيب يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل راوتنج بروتوكول، هنستخدم اسهل حاجه عندنا الريب. هقف على الهاب هنقول للهاب هنا كونف تي راوتر ريب ونختار الفيرجن 2 ونقول له الادفرتايزمنت للنتورك. اول حاجه النتورك كومن بين الثلاثه راوتر هي 192.168.0.0 اللي هي بتاعه التانل اصلا، وبعدين النتورك الثانيه اللي احنا عايزين ننشرها 192.168.1.0 بالنسبه للنتورك البرايفت دي. اكزيت اكزيت كده خلصنا الهاب. نروح بعد كده لسبوك 3 او سبوك 2. سبوك 2 هنقول لكم في تي هنفعل الراوتر ريب وهنستخدم الفيرجن 2 وهنقول له النتورك نتورك كومن اللي احنا كلنا واصلين عليها 00، والنتورك اللي انا عايز اعمل لها ادفرتايزمنت اللي هي انا سبوك 2 صح؟ سبوك 2 هتبقى 2.2.0. اكزيت اكزيت رايت كده. تعال نشيك هنا شو اي بي روت، جالي اهو انديكيشن او ريكورد عن طريق الريب بروتوكول بالنتورك اللي اسمها 192.168.1 اللي هي دي عن طريق التانل 0. ممتاز. لو رحنا للهاب هنلاقي نفس الريكورد بالنسبه للنتورك 2 شو اي بي روت اهو ادي 192.168.2 وصلت عن طريق نفس التانل. ممتاز ممتاز. لسه سبوك 3 لان سبوك 3 في تكايه. هنا سبوك 3 كونف تي هنقول له راوتر ريب الفيرجن 2 النيتورك اللي تعمل لها ادفرتايزمنت الكومن اللي مع كله 00، النيتورك البرايفت بتاعتي 192.168.3.0. شو اي بي راوت هلاقي عندي ان انا اعرف 192.168.1.2 عن طريق التنل. ممتاز ممتاز. طيب الوقت ده شايف النيتورك دي 192.168.1.0 تمام. الهب شايف ايه؟ شايف الاثنين 2 و3، انما
كل واحد من التاني شايف واحد بس، يعني في السبوك 2 شايف 169 واحد بس. ليه مش شايف الاتنين كمان؟ لان فاكرين السبليت هورايزون. سبليت هورايزون هي باي ديفولت بتبقى متفعله، بحيث الهب ده جاله ادفرتايزمنت من النيتورك 192.168.2.1 هنا عن طريق الريب. قلنا احنا السبليت هورايزون لما باي ديفولت تبقى متفعل بيمنع الهب ان يرجع يعمل ادفرتايزمنت لاي نيتورك جايله من نفس الانترفيس عشان ما يحصلش اللوب. فاحنا الحل بتاعنا عشان نمكن ان الادفرتايزمنت يطلع من هنا يروح للراوتر ده بتاع الشبكه دي، لازم نعمل ديسيبل السبليت هورايزون على الانترفيس تانل هنا. فانا هروح على الهب بتاعي، انتوا شايفين هنا المساله اهو، مفيش غير ريب واحد بس، ودلوقتي كمان اديت شويه وقت كمان مفيش غير ريكورد واحد للريب اللي هو 192.168 واحد. طيب نروح على الهب هنقول له conf t interface tunnel 0 no ip split horizon right. المفروض الوقت لما اروح لاي سبوك هنا هلاقي ريكورد من الريب بالنيتورك التانية، يعني هلاقي الريب بيعطيني ريكورد 192.168.3.1. ماشي نعمل على طول كده، ادي 192.168.1 وادي 192.168.3 ما كانوش موجودين هنا. يبقى ده فكرة السبليت هورايزون. طيب نروح للسبوك التاني، جاب لي اتنين ريكورد اهو، ادي واحد وادي اتنين. يبقى معنى كده ان ده واصل للنيتورك دي والنيتورك دي، خلاص كده يبقى احنا خلصنا التمرين بتاعنا. ان شاء الله يا رب يكون واضح بكل تفاصيل. انا الوقت عملت استخدمت دايناميك راوتينج بروتوكول بين اكتر من فرع عندي في الشركة او كل فروع الشركة من غير ما احتاج اي اعدادات من الاي اس بي سيرفيس بروفايدر، ما كلمتوش اصلا. ده الشركة دي فيها انترنت والشركة دي فيها انترنت ودي انترنت، وفي عندي اهم حاجة ريال اي بي ادريسز، ثلاثة ريال اي بي ادريسز. فانا باجي على كل راوتر واعمل اعدادات اللي احنا شفناها دي عشان اعمل دايناميك في بي ان بتوين الثلاثة، بحيث لما النيتورك دي يجي يكلم النيتورك دي ما يوصلش عن طريق الهب، لا الداتا تتم على طول، يتم انشاء تشانل هنا. لو احنا استخدمنا الواير شارك عشان نشوف الداتا اللي ماشيه هنلاقي ان الداتا كلها طالعه من الراوتر ده للراوتر ده، علما ان الكونفيجريشن اللي على سبوك 3 ما ذكرناش خالص اي ريال اي بي ادرس هنا. اللي بيحصل ايه؟ النكست هوب ريزوليوشن بروتوكول شغلته ان انت لما تيجي تتصل من هنا لهنا الهب بيبعت لك عنوان الريال اي بي ادرس بتاع الراوتر ده عشان يديك كونكشن معاه على طول. ده فكره البروتوكول النكست هوب ريزوليوشن بروتوكول. ده كل ما في دي ام في بي ان في منهج السي سي ان بي روت.